ماما يسلموا ايديك. ايديكي. ما بدك تفوت معي؟ لا انا رح انطرك هون. لا والله تعفوت. يعني ما حلوه بلكي بتتضايق؟ والله عادي. طيب معلش تخبريها بالاول. طيب اوكي مثل ما بدك. والله يا ابو جود مثل ما توقعت تماما، هاي البنت طلعت هي المذيعه ورفيقتها طابسه فيك. انت شو عرفك؟ شو عرفك؟ هي معي بالسياره، وصلتها لعند رفيقتها وحكت لي كل شيء. يعني مو هي نفسها اللي قالت لك؟ لك لا، رفيقتها خبرتني بكل شيء. مشان الله يا منى خيالك، يا منى خليك لا تخوفيني. بسم الله. حسام مشان الله تعال ساعدني. ميرا قومي. لا مش حسام. خير ان شاء الله. حسام. لا سلام. شو في؟ خليك تعال شو فيها. خوف شو فيها. انا محرك عليها. في شيء ابني؟ جاد انا بطريقي على المشفى، ميرا غمياني. ميلاد تعال شوف اخوك شو بروح. شو بروح؟ ما بعرف. وصلوا لنا السيارة حطوا لك أكسجين فورا. حاضر. طمنا دكتور. خير. كيف صار معها هيك؟ ما بعرف، أنا فت على المرسم لقيتها مرمية على الأرض، لا مثلنا ولا مثلنا. على المرسم لشي هي بترسم؟ إيه هي رسامة. المرسم بيو شبابيك؟ هلا فيه شبابيك بس ما كانوا مفتوحين. ما؟ إيه صح كانوا مسكرين. إيه. لا تشغلوا بالكم. هي بخير الحمد لله، يبدو هي عم تستعمل ألوان زيتية، صار معها نقص أكسجين، فداخت وقعت. بس دكتور ما في بالعادة يصير معها هيك شيء. الظاهر كمان كانت متضايقة أو معصبة، بهالحالة دماغ بيطلب الأكسجين مضاعف. فيكوا تستنونا برا لنخلص شغلنا. خلينا معها دكتور. الله يخليك. ما فيني خليكي معها، هلا بنقلها على غرفتها من بعد التصوير. الله معكم سارة. خلص خلينا نطلع نستناها فوق. طيب يلا امشي. يلا لجاد رد علي. شو وين روح؟ ما بعرف. ليه شو ما قال لي شو ما بعرف. طمني ما في شيء ابدا. الحمد لله يا رب. بس بدها شوية رياحة، وبكره الصبح فيكم تطالعوها. هلا بتضل نايمة هيك؟ ممكن تضل نايمة للصبح. طيب ماشي، يسلم ايديك. الله يسلمك، مع العافية ان شاء الله. شكرا. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. يا الله ماما عم بتقول لي اكيد غلي قلبها علي، نسيت احكي معها. طيب يلا حاكيها. الو. اي ماما حبيبتي. لا لا يغلي قلبك ما فيني شيء، بس القصة. ايه جاد منيحة منيحة ما في شيء، ليك رح خليك تفوت لعندها، بس لا تطول لأنه يمكن أهلي يوصلوا بأي لحظة. يلا روح.
يصلوا اهل الام. بسرعة اجوا اهلها طلعت سارة تلاقيهم بسرعة. شان الله سارة بس طمنيني شو صار معها؟ يا سارة والله ما في شيء بس اعصابها تعبانة وجبتها لهون الله يخليك. طيب وين الوضع هي؟ طولي بالك سناء طولي بالك سناء طولي بالك والله اعصابها تعبانة كثير يا سارة. ولي على قلبي ولي على قلبي طولي بالك الدكتور طمني عنها وقال ما فيها شيء ابدا بس شوي كانت نفسية تعبانة. لا تخافي لا تخافي. لو سمحتوا يا جماعة ممكن تستنوا برا شوي اذا بتقدروا بعد اذنكم خلونا نعطي لبنان المريضة. يلا يلا اذا بتريدوا لو سمحتوا. تعالي شو تفضل تفضل. يا الله ما أحلاكي ما أحلى عيونك وشعرك ما أحلى ضحكتك وروحك. يا شو صارت حلوة الحياة فيك. شان الله سارة شو قال الدكتور؟ طيب أنا رح أحكي لك كل شيء بس الله يوفقك فهمي للآخر. طيب رح عم بسمع. هلا الدكتور اللي قال انه ميرا صار معها حالة اختناق. لا لا طولي بالك مو الاختناق المعنى الحقيقي اللي بتسمعي عنه بس اقول لك شغله. هلا هي قاعده بالمرسم يعني مسكره الباب على حالها بهالمرسم وعم تستخدم الوان زيتيه وما بعرف شو فطبيعي الانسان يضيق نفسه بهيك حاله خصوصي انها متضايقه. بس الله يسامحها ان شاء الله راضي ان شاء الله خلينا ننقلها للمستشفى ثاني. طولي بالك سناء الله يخليكي طولي بالك. طيب انا ما بتسمحوا لي. كيفك خاله كيفك عمو؟ انا اسفه ما عرفتكم حسام عازف بالفرقه الموسيقيه وهو اللي ساعدني على نقل ميرا لهون. شكرا كثير خالتو. شكرا لك ولو ولو وباشرنا المهم تقوم بالسلامة. تسلمي يا رب. على اذنكم سارة بس بدي اياكي شوي. ايدك يا ترى على اذنكم. سارة بدي منك شغلة. ايه بتمسكي هي الورقة وبتعطيها بينك وبين الأميرة بس تصحى. ايه من مين هي الورقة؟ ليش؟ هي من جاد. من جاد؟ ايه من جاد. ايه خلص هلا بدي بس بعدين احكي لك كل شيء اوكي؟ طيب يلا اوكي. يلا شوفك باي. ايه اوكي باي باي. شو حبيبتي رح تجينا عليكي؟ عم تودني علينا من لحالهم انه بس بدي افهم انا انه شو اللي صار معك لحتى عملتي هيك؟ والله ما بعرف يا ماما كنت معصبه كثير ومدمجت للشغل شكلي نسيتها هو المرسم. الله يهديكي نسيتها هو المرسم تقعد تعطينا مواعظ وحكم ولا ديروا بالكم هيك بصير وهيك ما بصير وحضرتها عم تشتغل بالالوان الزيتيه ومسكرين شغلك. الله سترني. شفتي بقى شفتي ماما انا رح اعمل لكم كاسه عصير تشربوها. ماشي ماشي شكرا بعيوني. وينو جاد؟ شو بيعرفني؟ ببيته يمكن. لا مو ببيته. اجى زارني بالمستشفى. لا انت هيك عم تهتسي. لا عم بهدرس ولا شيء. عم اقول لك اجى زارني بالمستشفى. ميرا انت تخنتيها كثير تخنتيها شو هالحكي هذا؟ احلف لك يعني؟ طيب مثل ما كل الاحوال هاي رسالة من جد مع انه نفسي وسوست لي كثير وبلش الشيطان يقول لي افتحي وقري شو في جواتها يا سارة لحتى تعرفي شو في جواتها بس بعدين صارت على حالي انتهت غليظة. ما بدي شي غير تطمني عنك بمسج وقت تصحي. تفضلي طمني عنك بمسج بس تصحي. انت هلا هيك بدك تضحكي عليكي لانه هو لا اجا ولا شافك بالمستشفى.
ماشي خليني كمل. تمنيت لو متت قبل ما اشوفك بهاي الحالة. ايوه هذا انت شافك بالمستشفى لحتى يحكي لي؟ ما قلت لك اجى لعندي وزارني؟ الله شو ملعون، هذا اكيد حسام اللي فوته ماشي لك ورشي. بعدين تعي لهم ليه؟ يا عم تشيلي حالك مغمى عليكي، الأميرة النائمة قال، عم تضحكي علي؟ ما غلطي، أكيد كنت غميانة. اسمح لاني ما أوعى للمسة إيده. هو عم يحط عجبيني، وهو عم يبسلي إيدي. يا سلام، هذا الكلام اللي بحب اسمه. دقي له شوف شو بده يحكي دقيقتي. لا ما رح أحكي هلا، بعد شوي. بدك تموتيني ببرادة قلبك أنتِ. تحكي معه لحالي طيب، لك عندي شيء؟ اها قعدت لك، شو طابخيني؟ شو ما بدك؟ ماشي قعد. عمي انا بعرف انه ميرا لساتها حاملة علي، بس عم فكر ارجع نسي الشيء اللي صار. بتتوقع ميرا تقبل؟ ليش لا؟ خليني احاول. أنا بعرف إني أنا غلطت، بس بدلي إني بحبها، بحبها وبموت عليها وهي عندي إياها بالدنيا كلياتها. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أستاذ عامر. ما تدري شيء. تركني أنا أحكي معك، طبعاً هذا الشيء إذا ما بزعجك. لا طبعاً ما بزعجني، بس هلا شوي صعب. ليش خير؟ امبارح صابها حالة اختناق ونقلناها على المستشفى. لا 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 على الخبرية. وإن شاء الله حالتها مخطرة. كانت بالمرسم عم ترسم ومسكرة كل الأبواب، وريحة الدهان والألوان اللي عم تستخدمها ريحتها قوية، فداخت. بس الحمد لله هلا وضعها أحسن، رجعناها على البيت والحمد لله الآن وضعها مستقر. يا الحمد لله، الحمد على سلامتك. الله يسلمك. بعد إذنك عمي، أنا بدي أجي أطمن عليها عنكم بالبيت، هذا الشيء إذا ما بضايقك. بالعكس يا ابني، بتشرفني. اهلا وسهلا. لك على زي عمي. يعني ليش ما اتصل فيني؟ معقول انا احكي معه؟ يلا شو الفرق؟ وما بده يرد علي كمان؟ آسف ما فيني رد هلا، بس حددي الوقت المناسب لنلتقي. اليوم كان عندي عامر، قال بكره جاي لعنا مشان يطمن على ميرا. شو؟ يعني عم يرجع يتقرب منا؟
هيك يبدو. وانت شو قلت له؟ شو بدي قله؟ رحبت فيه طبعا. هيك بدون ما تاخد رأي للبنت؟ الشاب قال لي انه بده يجي يطمن عليها، ما فات بحديث خاص. طيب خبرها على القليلة. انت اللي بدك تخبريها مو انا. يا خوفي ما توافق انها تستقبله. مو على كيفها، هذا الشاب حاببها ورايدها. هو بيجوز يكون غلط، بس بالنهاية هذا شاب مو حيلا شاب، هذا ابن وزير وهو ناوي يسافر معنا على لبنان كمان. معلش خليه يحاول يتقرب منها، بلكي الأمور بترجع لمجراها، بس المهم هي تقبل تسافر معنا. ما بظن إنها ترفض، وخصوصا بعد ما تأجل معرضها. ليش ما بتعرفيها لبنتك؟ على كل حال مو مشكلة، المهم الله يخليكي، خليها بكرة تستقبل أستاذها اللطيف. إن شاء الله بيصير خير. وقت تعزف موسيقتك بتطير وبتطيرني. كنت حس عليكي من بين كل الناس. أنا معجبة فيك حتى الجنون. هذا الكلام بيخجلني كتير. بيلبق لك الخجل على فكرة، بيصير وشك أحمر انت الوقت كنت لحقك بتختفي. صحيح ليش كنت تهرب مني؟ بكرة بتعرفي كل شيء. طيب خلينا نسمع مع بعض هاي الغنية وبرجع لكم. الو الو هلا هلا احكي لي، حكيتي معه؟ ايه عم نحكي. حلو كتير، شو قال لي؟ ما قال لي شيء. ما قلت له انك بتحبي؟ لا والله مو لهالدرجة. حبيتي صوته على التليفون يعني؟ ما سمعت صوته لسه. كيف يعني؟ بنحكي واتساب، شكله مشغول ومو قادر عم يحكي. يقدر يحكي واتس وما بيقدر يتصل فيكي؟ مو غريبة شوي؟ هلا شو بدك انت؟ طيب المهم ما توعدته؟ بلا بكره منيح؟ ايه يلا واحدة. باي ماما، بدك شي؟ لوين رايحة؟ عندي شغل. وعامر يلي جاي شق عليكي. أنا مشغولة وما بقدر استقبله. بعدين حتى لو كنت فاضية، أنا ما رح استقبله. ماما، مشان الله، بلا ما تخلي أبوك يزعل منك. يزعل هو، أحسن ما أزعل أنا. بتشيلي لي كل شي هلا على جنب، وبتفكري إنه في حدا جاي مخصوص من شأنك، ومو حلوة ما تستقبلي. أمي أنتو شو صاير لكم؟ نسيتوا انه هذا الزلمه كان عم يخونني نحن ومخطوبين؟ لك امي عادي معه ربع ساعة بس، ربع ساعة وبعدين روحي، يعني بدك تعلقيني مع ابوكي؟ بس الشغل اللي عندي كتير ضروري. ما رح يصير شيء اذا تأخرتي لك شوي. حلو، برافو. بشرفي في بيت. الله، صار بدها لسه بعرفانها. Thank you.
ان شاء الله هلا مالك موجوعة. لا اكيد ما كان في شيء اصلا عرضية. ايه الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضل استاذ تفضل. سلم بيادك. طمنينا على المعرض شو وضعه وكيف تجهيزاتك؟ ممتاز. في حكي كثير لازم نحكي انا وياكي. والله يا ريت ناجله لاخلص من هالدوشه. ولا يهمك. اصلا في معنا وقت كثير منيح لما مسافر سوا على لبنان. انت رايح على لبنان؟ ايه بابا، انا طالع معناها. والله كثير حلو، تتسلوا مع بعض. انا بدي استاذن، عندي شغل كثير ولازم لحقه. بتشكر زيارتك كثير. باي. باي بابا، مع السلامة. أهلا وسهلا يا أبي. تفضل تفضل. ليه ما عم يرد؟ معقولة زعل؟ يا الله لهالحظ. الو الو، شو صار معك؟ ما خبرتيني. صار معي شغلة، اجاني ضيف ثقيل واضطريت اتأخر عليه. وينك هلا؟ بالطريق، بس عم دق له ما عم بيرد علي. معقول زعل؟ ليه بس ما يكون حلو. ما بعرف، بس ما عم افهم ليش ما عم يرد علي. كل مره بحاكيه على فكره ما بيرد. طيب اسمعي لقلك، بس تشوفيه خبريني. هاد اذا شفته. باي باي. أنا آسفة كتير تأخرت. أنا آسفة كتير تأخرت عليك، بس إجاني ضيوف فجأة يتطمنوا علي وبصراحة ما قدرت ما أقعد معهم. ليش ما عم ترد؟ أنا ما بقدر أحكي، عندي مشكلة، لهيك كنت عم تهرب منك كل الوقت. يا حبيبي يا حبيبي، طال غيابك ليش يا قاسي؟ أبو غرام من منتبه. شو معك تنبه؟ وين بتنصرف هي؟ وين بتنصرف هي؟ لا أخزي، من شو بتيجي لصاحب السيارة؟ خلص خد رقمي، خد رقمي، أنا بصلح لك إياها. مو راكبه سياره، كتشر كل شيء على المكشوف. قال يا مأمنه بالرجال مثل المي بالغربال. نعمه رزقه المهابيل على المجانين. لا بيقولوا رزقه المجانين على المهابيل. نعمه. اهلين، قولي لي شو مش الحال؟ خلص هلا بعدين بحكي لك، صار معي شغله كثير غليظه. بتعرفي عنوان بيت الجاد؟ وانا شو بعرفني بعنوان بيت الجاد؟ اسالي حسام بس فهميني، يعني شو صاير؟ وين المشكله؟ خلص سكري، انا رح دق له لحسام. باي. جنان حبيبي.
على فكرة أنت لازم تنطرني على الشباك مو أنا. أنا لما حبيتك قلبي دق من دون ما يعرف أنت مين. سبحان الله كيف الحب ما بيفرق وما بفكر بأي حواجز. يعني أنت الصراحة فاجأتني. أنا كنت مفكرتك عم تتهرب مني أو أنك مرتبط أو شايف حالك علي، بس صراحة يعني ما خطر لي انك ما بتقدر تحكي. اي طالع من نص قلبي وانا ما رح خلي اي شيء يفرق بيناتنا، بس تعرف شو؟ أنا كتير حابة أعرف كيف صار معك هيك. بابا كل هاد صاير معك؟ كم من الصباحات ستمر على يديك الجميلتين دوني، لك نصف القلب ولك ما شئت من المطر المبجل، فأنت الياسمين وكل ما سيعبر دونك هباء. صباحك جمال ورقة يا نبع حياتي. جميلة وحيدة أمضي صباحي هذا، فلا تتعجب فأنا أراجع في حديقة الوقت ما لفني بالدفء بالأمس وأرتل كل آيات الجمال. صباحك مليء بالأمل والحب. آه يا سلمى، والله بالي مشغول على هالولد، حاله مو عاجبني بنوم. شو؟ إيه شو يعني وإذا جوزنا؟ لا هو أول واحد ولا آخر واحد. إيدي بزنارك، إذا لقيتي له شي بنت حلال تقبل فيه لا تقصري، إذا بتريد. طيب روحي هلأ بعدين بحكي معك، مع السلامة. شو يعني؟ خالتك عم تدور لك على عروس تصير قلبك وخاطرك، وين المشكلة؟ الله يهدي سرك يا ابني، الله يهدي سرك. ما بعرف إذا قراري صح إنه ضل مع جاد ونكمل للأخير ولا لازم نترك من الأول. هذا الشيء اللي موترني كتير ومخليني إنعزل شوي. ميرا شو الوضع يعني؟ هو مرتبط وما عم يقدر يترك البنت المرتبط فيها؟ ولا أهله معارضين؟ عاش تحاكمي بالألغاز، احكي دغري بقى.
حبيبتي جاد تعرض لصدمة هو صغير، خليته يفقد النطق. شو؟ يعني ما بيحكي؟ أخرس؟ سارة لو سمحتي لا تستعملي هالكلمة. هلأ واحد ما بيحكي شو بدي أقول عنه، أعمى؟ بس هو بيسمع منيح وبيفهم، وانتي شفتيه قديش وذكي، بعدين عم نقدر نتواصل مع بعض، لو بالإشارة لو بالرسائل، بس عم نتواصل ونفهم مع بعض. لك يا الله، أنا ما عم بستوعب شو عم تحكي. مستحيل مستحيل هالحكي. أنت عم تحكي عن جد؟ جد ما بيحكي؟ شاب مثل القمر وعازف موهوب وذكي ما بيحكي؟ يا ربي دخيلك ما بتكملها مع حدا. ليش؟ خلص أنا كتير آسفة، يعني أي حدا بتقوله هالخبر ما بيستوعب، طبيعي طبيعي الأمر عادي، بس أنتي طولي بالك، أصلاً بكير على هاد الحكي كتير بكير، بنحكي بعدين بعدين بنحكي فيه. أنتي الحق معك لأني عن جد صار في مشكلة كبيرة، بس أنا ما رح خليها تصير مشكلة ورح حارب الدنيا كلها كرمالي. ايه بس المجتمع والناس ما رح تستوعب. شو بدك تقولي لأهلك؟ جايبتي من واحد آسفة أنا بس هي الحقيقة ما بيحكي؟ سهرة إذا بتريدي خلص اللي فيني مكفيني. خلص ما يهمك الحق معي هلا، أصلا يعني بكير على هالحكي بالملل، خلينا نشوف لبعدين شو ممكن نساوي. أمي أنتي روقي بس خلينا ننزل على المرسل. ماشي يلا اشربي اخوتي، رح اشرب قهوتي. مظبوط ميراء، ما انسى هاي ام الحمراء شو كان رقمها؟ هاي 5. هاي يا ستي انا عم برسم باللوحة، ما كنت عارفاني حالي شو عم برسم، كنت بس ضايجة عم فرح. بس طالع حلوة، دائما هيك الشغلات اللي بتطلع معك حلوة بتكون انت حضرتك بحالك غيبوبة، بس الحمد لله هالمرة غيبوبة حب. لازم احدد موعد جديد للمعرض. ايه مين بدكم؟ ما بعرف، ما بيقدر الواحد يحط عنده شيء يعني فورا منه. أنا قررت أرسم اللوحة اللي راح تكون مفصل بحياتي، بدي إياك تكون معي. وأنا كمان عشان الله ما تزعل، بوعدك اني رح اتعلم كل الاشارات عن قريب، رح افهم عليك كل شيء. بيقولوا عني ذكية بتعلم بسرعة. Thank you.
لحالي الشركة منورة. تسلم، الله يخليك منورة بوجودك. أنا قل لي شو بتحب الشغل؟ والله ما بدي أعزمك، أول شيء أنا مستعجل. مين جاي أحطك بالصورة وأطلب منك الطلب؟ تفضل يا ميت، أهلا وسهلا، أنت بتأمر. عمي أنا بدي أعزم ميرا على العشاء. بعد إذنك طبعا. أنت عم تستأذني مشان تعزم بنتي على العشاء؟ أنا شو لي على؟ أنت اتصل فيها ونسق معها. لا مو هيك، بس يعني لازم توافق. طيب أنت حاكيها وشو شو بتقول لها؟ أنا ما عندي مانع. أنا عم أقول لها بس يمكن هي ما عم تنتهي هذه الفلات، ما هيك؟ طيب أنا رح أقول لها.